السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الياس شتي، وين قادرون على العودة بالتاج من جنوب افريقيا، وسوف نقاتل من اجل جماهير الوداد واسعادهم لانه جمهور كبير ويستحق التتويج، ان يلعب على التتويجات فقط. وين اعرب الياس شتي مدافع نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي لكرة القدم عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه ساندوس جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف واحد لحساب ذهاب نهائي افريكان ليج. وقال الياس شتي في تصريح خاص العربي الجديد بعد المواجهة: قدمنا مباراة جيدة على أرضنا وأمام جمهورنا، كنا نبحث عن الفوز العريض قبل لقاء الأياب في جنوب إفريقيا، لكن كيف ما كان الحال فقد حققنا الفوز مهم على فريق لديه تجربة كبيرة. وأضاف: المباراة الذهاب لم تكن سهلة بالنسبة لنا، كما أن المواجهة الإياب ستكون صعبة على الفريقين معا. نعرف ساندوس جيدا وسنبدأ التحضير بشكل جيد لمواجهة الإياب، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة. يعني وين شو كيفاش شوف أروعكم ساندوس، قلت لكم امام الاهلي الخمومه برا، يعني صعاب برا، صعاب صعاب بزاف بزاف، كيلعبوا لك برا صعاب. انا كنت خايف منهم امام الوداد، كنت خايف منهم، لكن الوداد يعني نقولوا ونعاودوا يعني وين انقلبت، يعني الوداد كذلك برا يعني كيلعب خارج ميدانه، يعني شاهدنا لعب لي فات نصف نهائي امام ساندوز وين اليمينا ساندوز في بلاده اليمينا. الوداد ليس بالسهل، الوداد ما هو السهل برا، هذه هي. ونتمناو له الفوز ان شاء الله بربي والتتويج. والأضافة: المباراة الذهاب لم تكن سهلة بالنسبة لنا، كما ان مواجهة الاياب ستكون صعبة على الفريقين معا. ونعرف ساندوز جيدا وسنبدأ التحضير بشكل جيد لمواجهة الإياب، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة وإسعاد جماهيرنا. يعني ونقولوا بلي الوداد يعني راهم واعيين بالمسؤولية اللاعبين، وين يدخلوا 50% رابحين، لكن نتمنى إن شاء الله بربي حاجة، يعني نتمنى ما يلعبوش الوراء بزاف، ماشي من الوهلة الأولى تلعب برا والخاتش عليه. شاهدنا في النهائي امام الاهلي وين الوداد سجل وقعد يعني نقولوا سجل هدف يعني وامن باللي سوف يفوز. شاهدنا من كره ثابته يعني وين الاهلي وين سجل هدف الفوز في النهائي. شاهدنا امام ساندوز يعني الشوط الثاني وين الوداد دخل من اجل المحافظة على شباكه واللعب المرتدات، لكن كان خطأ فادح، يعني شاهدنا خطأ فادح رغم أن تعدي النتيجة والعودة سريعا وإضافة الهدف الثاني، لكن كان خطأ فادح بالعودة للوراء. الأهل الوداد وين يرجع الوراء دائما ويتلقى أهداف، يعني وين يتحمل ضغط المباراة، لكن ضغط وين يفجر أخطاء، يعني وين يصنع أخطاء في الدفاع. على هذيك ان شاء الله بربي الوداد يكون واعي بالمسؤوليه واللاعبين يعني واللعب يعني بكل ارتياحيه، راكم داخلين رابحين. ليكون في علمكم ساندوز هو اللي غادي يفتح اللعب، هو اللي غادي يعني يبادر بالهجوم. لازم احنا نكونوا يقظين يعني في الدفاع والوسط الميدان، يعني خلق كل مساحات نخلوهم في الثلث الاول تاعهم، يعني ما نخلوش يوصلوا حتى الثلث الاخير تاع المرمى تاعنا. لازم ندافعوا بكل يعني قوه، نلعبوا لهم يعني في خاصه خط وسط الميدان، يعني وين عندهم عامل كبير
هما يلعبوا على لي كوتي بزاف، يلعبوا الكرات الطويله في ظهر المدافعين حذاري يعني، ثم حذاري، والتمريرات تاعهم يعني مليمتريه تمريرات. هما عندهم واحد ثلاثه تاع اللعابه كانوا مجلسين راهم عاودوا ولاو، هضر عليهم لونترينير تاعهم، يعني ما غاديش تكون مباراه سهله، ونستغلوا اي هفوه يعني اي هفوه. غادي هما غادي يدخلوا دائما، وغادي يدخلوا يحاولوا في 10 دقائق الاولى ولا ربع ساعه الاولى يعني تسجيل هدف. احنايا لازم فماك نستغلوا الوضع، يعني نستغلوا الوضع، غادي كي يرموا بكل ثقلهم يعني، وين يحوسوا كيفاش يضغطوا من الدقيقه الاولى يعني من اجل التسجيل. احنا لازم فماك نعرفوا كيفاش نستغلوا اي لقطه والتسجيل هدف، يعني تضييع الفرص غير مسموح، تضييع الفرص غير مسموح، يعني نستغلوها من نصف لقطه نسجلوا منها ان شاء الله بربي. هذه هي. وتبع الياسيتي وين نضع التاريخ، يعني وين نضع التاريخ بالكاس بين اعيننا، ولا نفرط في هذه في هذا اللقب القاري. حظوظنا وافره لتحقيق اللقب، والمواجهة ستكون صعبة، علينا أن نكون حذرين جدا من الفريق الخصم الذي يمتلك لاعبين جيدين قادرين على التسجيل في أي وقت، كما أن لدينا لاعبين جيدين ولديهم خبرة كبيرة. واختتم إلياس شتي حديثه: نحلم بتحقيق هذا اللقب في النسخة الأولى، ونشكر جمهورنا على دعمه الكبير لنا، نريد أن نحقق اللقب ونسعد يعني جميع عشاق هذا الفريق الكبير، نتمنى أن نكون في يومنا ونعود متوجين بهذا اللقب القاري من جنوب إفريقيا. والجدير بذلك أن مباراة الإياب بين نادي الوداد الرياضي البيضاوي ومضيفه الفريق سان داونز الجنوب إفريقيا ستجري يوم الأحد القادم 12 نوفمبر في جنوب إفريقيا، بعدما جرى تأجيلها ليوم واحد حيث كانت مقررة يوم السبت. الحد مليحة هذه هي، ونتمناه إن شاء الله بربي تكون في تكون هذا التتويج يكون مغربي إن شاء الله بربي. هذه هي. ماشي سهلة. على ذيك إن شاء الله بربي تكون في المتناول. هذه يا خويا هذه شبهة صعيبة وشبهة ما صعيبة ما والو، كل سهل والله كل سهل. هي تستاهل مباراة، مباراة خطة تكتيكية برك، هذا مكان خطة تكتيكية برك تاع مدربين. الله ما هي سهلة، هذه يا خويا محمد عبد اللي لاعب كبير بصحة.
لي خويا، ماشي باش تجي لي قبل لي قلا مولاها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.